ادي كان معلم. وصلنا الخوض لهذا المكان الرائع جدا جدا جدا، طبيعة الخلابة. المهم هاد البلاصة هادي بعيدة تقريبا بكوينز، بعيدة على كوينز بشي تقريبا شي 60 كيلومتر. المهم واحد المنظر واعر واعر بزاف هنا. المهم حطينا المسائل ديالنا كما كتشوفوا هنا، ان شاء الله فينا نديرو الكليسة ديالنا. والمكان الاخوان المكان ها هو واحد المنطقة جميلة جدا. يا سلام سلم، بلاصة مكالمية، طبيعة، كل شيء كاين. يلا نخليكم مع هاد المناظر الاخوان. المهم الناس ناشطين، كل شيء ناشط. كل شيء فوق الشوايه.
فوق شوية فوق شوية فوق شوية عواشركم مبروكة الخوت. حنا راه اليوم عندنا العيد دايرين هاد البركة هادي. يا سلام سلم تاني على البريريد. البريريد مش حر الخبز تا هو كنشحرو مع البريريد والبلاوة تا هما. تعالوا الاخوان نرجعوا لكم يلا بيس. والجليسة هنا الاخوان يا سلام سلم خضورية كما كتشوفوا حياة ضايلة الحياة بالله. الفيديو هذا كاع المحبين الطبيعه غيعجبهم هذا الفيديو. الناس اللي عزيز عليهم خضوريه والكالم هذا هو احسن بلاصه ممكن تجيو لها. يا سلام بعد ما قصينا الاخوان غنمشيو نضربوها بشي عومه. المهم راه كاين واحد لابيسين هنايا يلا ليتس جو. وفين الخوت قضيه هنا. يا سلام يا زاهية يا زاهية بالله يلا معايا يلا معايا الكوان عاصر انا معاك. يا سلام سالينا الاخوان. هذا هو النهار ديال العيد ديالنا في ميريكان. المهم جينا زهينا تسركنا اجعل البركه وغادي نمشيو للدار. حتى لهنا كيسالي الفلوق ديالنا ديال اليوم. المهم الاخوان عيد مبارك سعيد باش ما تميتوا ان شاء الله في هذا الجو الجميل وفي هذه البلاصه الرائعه. كنتمنى لكم ان شاء الله عيد مبارك سعيد باش ما تمنيتو بالصحة والسلامة. يلا بيس لكم كاملين الخوت. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.